يا صباح الفل والهنا والرد عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده الوقفه، بكره العيد، كل سنه كل الشعب المصري كل البلاد العربيه كلها بخير. بص بقى، النهارده بقى ايه، كنت قاعده كده زهقانه، بس كل عيد لازم افك السراير كده وافك الاوضه كلها وافضل اعمل فيها. بس اول ما تشوفوا الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقدروا البرد اللي عندي اللي مدمرني دوت. تمام، بصوا بقى، فكيت السراير ديت، بعد ما فكيتها وفكيت كل حاجه وطلعت كل حاجه، قلت بقى ايه، ان انا هكنس الاوضه. ما تركزوش، واخدين، ركزوا معايا، تركزوا مع الارض. المهم الارض كلها حاجات، عشان كل سنه بمسك الحاجه كده، بمسك الحاجه كده ايه، افكها. فطبيعي يعني لما بنيجي نفك السراير وكده، ف بصوا فكيت الدوت، كانوا جايين كده، فانا فكيتهم عشان اجيبهم بالطول واكنس وامسح، واي حاجه في الارض مش نظيفه اشيلها، ولا اي حاجه، اي حاجه كده في الحيطه برضو متوسخه ايه، امسحها. بصوا فكميه لعب وحاجات قد كده، حاجات مطرح ما العيال بترميها. بس طبعا انا مش هعمل السراير غير لما امسح الحيطه الاول بتاعتها، وبعد ما امسح الحيطه بتاعتها الاول اروح عامله السراير، لان بصراحه متوسخه قوي ومش نظيفه. فعشان احس بالعيد كده واحس ان في تغيير، فقلت بمسك كل اوضه كده افكها وافضل بقى ايه، اعمل تحت السراير وكده وعادي يعني. شايفين الناس اللي معايا ايه، ما بتستريحش يوم. هما اصلا في الفك بتاعهم مش صعبين قوي، بس ايه، اي حاجه تقيله يعني معروفه يعني ان هي بتتعب وكده. اروح بقى لم كل الحاجات دي، بعد ما لمهم وكده، هروح جايبه ميه دلوقتي واكسي واخلي الاوضه تبقى بتلمع كده. عارفين ما تحطوش لايك واتفرجتوا خلاص. بصوا بعمل الحيطه اهي، حتى الصابون باين فيها والحاجات المتوسخه. اخلص اوريكم الاوضه شكلها عامله ازاي. بصوا بتنور اهي، وخليتها زي الفل. ماما. نعم. التيشيرت بتاعتي، التيشيرت بتاعتي. ماشي، عملت الحيطه بتاعتها عشان تبقى نظيفه، لما ارجع السراير تبقى نظيفه. الأرض كلها صابون. ماما. نعم. الشيب بتاعتي. ده حلو. ثواني يا مراية. ده حلو. ها؟ أيوة يا ماما، ها؟ ماما مش هترد عليكي دلوقتي. أيوة يا ماما. في الشتاء ما بنروقش التروقيه العميق ده، نروقه في الصيف في الحر. بص خلاص يا مريم. بص يا ماما. بصي خلاص. ماما. نعم. الأوضة بقى لها قرن ما اتعملتش. طب تعملي. قلت لك ما اعرفش، 3 مرات قلت لك ما اعرفش، 4 مرات قلت لك ما اعرفش. سامعيني الرغي. طب تعملي. ما
حد يناولني حاجه احذفها بيها البيت دي. تعملي يا ماما علمي الميه دي عشان انا مش عارفه احس ان هو اتزحلق وانا العجة يا جماعه مش مستعديه ان انا اقع. هاتي 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 هنرميها من الشباك. بصوا بقى ركبتهم تاني اهو ورجعتهم ايه احسن من الاول، وفي نفس الوقت رجعتهم وانا منظفه تحتيهم ومخليه الدنيا زي الفل. وهوريكم المنظر نقلت الغساله بدل ما وشها كده جبت وشها كده. طبعا بقى في حاجات عندي انا مش عايزاها رميتها، في حاجات شفتها في اكياس سمرا. بس يا مهرة ده حلو قوي حبيبي، ده حبيبي، ده حبيبي قوي، ده حبيبي قوي، ده حبيبي قوي. ده الحرف كنت انا غسلاه وشايلاه كده ايه مكانه في الكيس. بس يا مهرة هرجع باقي الحاجه كده بالتدريج عشان انا عايزه اقول لكم تعبت وما فطرتش اصلا. طب بذمتكم كده احلى ولا الاول؟ دي بقى طبعا دون الشتاء. الشتاء شلت الهدوم الصيفي، شلت قصدي الهدوم الشتاء، طلعت الهدوم الصيفي بس حطيتها في اكياس كده بحيث ان انا ابقى شايله الحاجه شكلهم يخوف وهم صوت جنب بعضهم كده. كده احلى ولا الاول ولا ايه؟ الاول كنت كارهه شكلها، لسه بقى لما تتفرش وتتظبط. واخيرا واخيرا خلصت. واخيرا بعد ما طلع عيني فكيت كل حاجه وظبطت كل حاجه. عايز اقول لكم انا بعد ما فكيت الاوضه ونظفتها وكل حاجه وبقت جميله بس تعبت. تعبت والاوضه تعبتني وحسيت ان كانت مليانه كده كراكيب. هظبطها كده وقلت ايه اروح بقى اعمل لي كوبايه شاي او نسكافيه واظبط الدماغ عشان الدماغ باظت. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون عيد سعيد عليكم وعلينا يا رب. استنى بقى الفيديو الجاي عشان همسك المطبخ هنقله من مكانه. باي باي.